رجل فارق امرأته وله منها طفل، فعلى من تكون النفقة؟ وإذا كانت عليه فهل يجوز؟ رجل إيش؟ فارق امرأته. أي نعم. وله منها طفل، فعلى من تكون النفقة؟ فإذا كانت النفقة على الرجل، فهل يجوز له أن يترك واجبه ويذهب لطلب العلم؟ نفقة الولد على والده سواء كانت أمه مع أبيها أو مطلقة أو ميتة، نفقة الأولاد على أبيهم حتى يكبروا ويستغنوا، فنفقتهم على أبيهم. نعم. أحسن الله إليك. ولا يسقط كونه يروح يطلب العلم ويترك الحق الذي عليه، لا يجوز له، لازم يقوم بهذا الحق الذي عليه، يؤمن له النفقة ويروح، أو يوكل من ينفق عليه.